مع باقات نايترو برايم استخدامك على النت بقى الضعف، وده على تطبيقات السوشيال ميديا، المزيكا، العاب الموبايل زي ببجي وكمان يوتيوب، وده عشان لما بتستهلك ميجا بيتخصم نص ميجا من الباقه. اهم حاجه تستهلك الباقه في محلها، يعني تيجي تشترك او تجدد باقه نايترو 20 وانت سائل وعارف انها 1375 ميجا بايت، هوب بتبدا تستخدم السوشيال ميديا وتسمع اغاني تلاقيها فردت وبقت 2750 ميجا بايت. لو ليك في الشات والستوريز والمزيكا هتهيص بنايترو 10 و20، لو بقى من ملوك الجيمز معاك من اول نايترو 40. اما لو ليك في اليوتيوب وبتدعد من دايره اللودنج، لا انت تطير بقى مع نايترو 70 وانت طالع. كمان في باقات نايترو 100 و200 و450، وصحيح نايترو 450 دي بقى كومبو صلاحيتها 3 شهور هتهيص. ونقولها تاني، اي باقه من اللي فاتوا هتاخد ضعفها استهلاك لو استهلكتها في محلها. وقبل أي حد.